هذه الانتخابات هي حق مشروع لأي رياضي مثلا على القوة الجوية أو بالإدارة الحالية أو يحب أن يقدم إدارة، وأبواب النادي مفتوحة للجميع. ما عندنا اعتراض على أي مرشح، ما عندنا اعتراض على أي إنسان يحب يخدم هذا النادي. وكنا إحنا قلنا سابقا والآن وبعد فترة كبيرة بأنه أبواب النادي مفتوحة لأي إنسان مخلص يحب يخدم هذا النادي ويوصل برا الأمام. والله عندنا لاعبين قدامى مثلا عندنا كابتن هيثم كاظم، عندنا علي صغير لاعب منتخب الوطن لاعب نادي القوة الجوية، عندنا ناس أيضا من وزارة الدفاع إن شاء الله، بالإضافة إلى الأسماء القديمة راح يكونون في التوليفة إن شاء الله مخلصة وهي إدارية منضبطة ومحترمة لقيادة هذا النادي العريق.